تتواصل المرحلة الثالثة من ندوات مؤسسة حياة كريمة في عدد من الجامعات تحت شعار تطوع واترك بصمتك. يأتي ذلك في إطار برنامج توعوي متكامل بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب. تحت شعار تطوع واترك بصمتك تستمر فعاليات المرحلة الثالثة من ندوات مؤسسة حياة كريمة في عدد من الجامعات، ومن بينها جامعة السادات بمحافظة المنوفية حتى 23 من أكتوبر الجاري، وذلك في إطار برنامج توعوي متكامل وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب. جايين النهاردة بنعرف الشباب يعني إيه يكون متطوع، الهدف من التطوع ده إيه، إن إحنا بنقول له إزاي إن أنت تساعد المبادرة في إن هي توصل للأسر المستحقة، إزاي إن احنا نوصل الدعم المستحقي، خصوصا إن احنا عندنا العدد كبير جدا، وبالتالي هيكون عندنا على الأقل شاب أو اتنين موجودين من كل قرية ومغطيين المحافظة بالكامل. طبعا احنا بنعمل سلسلة ندوات على مستوى جامعات مصر للتعريف بدور مؤسسة حياة كريمة، إيه النشاطات اللي بتعملها. طبعا المؤسسة قايمة على الشباب وبتشتغل بالشباب، فده كان ضروري جدا إن احنا نعمل ندوات تعرف الشباب الجدد اللي ممكن ينضموا لينا، بالإضافة لأن دور مصر الكبير قوي في مؤسسة حياة كريمة دور مشرف. توعية بمبادرة حياة كريمة، الندوات اللي بتحصل، الفعاليات، جامعة مدينة السادات دائما سباقة بتبني جميع مبادرات فخامة رئيس الجمهورية، وآخرهم مبادرة حياة كريمة اللي مبادرة إن شاء الله هتغير حياة أكتر من 60 مليون مواطن. إحنا هنا في جامعة مدينة السادات يعتبر الملتقى الثاني للمبادرة، كان الملتقى الأول في عام 2021 في شهر ديسمبر، كان ملتقى يجمع الأكاديميين مع المجتمع مع التوعويين مع مؤسسة حياة كريمة. اللقاء كان بيشمل دراسة الناحية العلمية والبحثية لحياة كريمة ومبادرة حياة كريمة وعلاقتها بالاستدامة. الندوات تستهدف توعية وتعريف شباب الجامعات بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري وبالجهود التنموية المبذولة، وذلك تزامنا مع استجابة مؤسسة حياة كريمة لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني إلى إجراء حوارات جماهيرية في كل محافظات الجمهورية مع مختلف الفئات. حياة كريمة الفترة دي مش الموضوع ان حياة كريمة داخلة كل بيت وداخلة كل قرية كصرف صحي وكمدارس وكمستشفيات وكبنية تحتية، احنا يمكن داخلين الموضوع ان هو معركة وعي. احنا مستهدفين الشباب اللي موجودين في الجامعات، لازم الشاب ده يبقى عارف حياة كريمة بتضيف ايه له وبتضيف ايه لبلده. اولا احنا جايين للشباب علشان نحكي لهم عن حياة كريمة، اللي ما يعرفش او اللي ما شافش في مركزه لسه حياة كريمة وما وصلتش له. في شباب منهم عارف وفي شافوا مشاريع حياة كريمة قدامهم وشافوا مدارس وشافوا الشغل بتاع حياة كريمة. احنا جايين بقى للطلبة في مكانهم نقول لهم حياة كريمة بتعمل ايه وايه دورها وايه دورك انت وازاي تتطوع معانا وازاي تبقى متواجد في مركزك او في القرية بتاعتك، ونحكي لهم الكلام ده كله ويشوفوه بعدين بالزيارات الميدانية، هينزلوا معانا ويشوفوا بعينيهم في كل المراكز وكل القرى. الحقيقة لما سمعت عن موضوع حياة كريمة وكده فهي حاجة كويسة جدا، فادتنا كمن ناحيه الكره عندنا من البحيره. موضوع الصرف الصحي عندنا الحقيقه كان فادنا جدا، يعني فادنا من ناحيه في اوقات الشتاء في الصرف العادي وكده، فوفر علينا كتير وكده ووقت. ولما سمعت ان في تطوع وكده الحقيقه ما ترددتش، يعني قلت الموضوع كويس جدا وفكره جديده وحاجه كويسه يعني لينا كلنا. تاتي هذه الندوات تنفيذا للتوجيهات الرئاسيه في اطار العمل على نشر ثقافه العمل التطوعي بين شباب الجامعات، وذلك ايمانا من مؤسسه حياه كريمه بدورها المجتمعي في تعزيز قيم العمل التنموي والتطوعي بين شباب الجامعات عبر المشروع القومي حياه كريمه. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.